المنطقة التي زرناها صباح اليوم، يعني الاثنين إن شاء الله كويسين، لكن هذه المنطقة بعدت، عملت زي حرم للشاطئ بعيد عن البحر، أعطت فرصة للتواصل مباشرة، يعني زي ممشى على البحر مباشرة. أعتقد هناك وعي أكثر في التعامل مع البيئة الحساسة والتي هي أساس المنتج، يعني إحنا أساس المنتج السياحي في البحر الأحمر هو البحر وجمال البحر وجمال الشعب المرجانية والتنوع البيئي والتنوع البيولوجي. فالحفاظ على هذا ليس طرفا، الحفاظ على التنوع البيئي ليس طرفا، هو دوت الثروة التي يجب أن نحافظ عليها، لأن هناك الكثيرين الذي لديهم فنادق وزي كما ذكرت، والمدينة طبعا مدينة الغردقة يعني تتميز بنظافة، لكن يعني في مدن أخرى حول العالم تتميز برضو أيضا بالجمال. فما نتميز به أكثر من غيرنا هو البحر والمنتج البيئي المتوازن. فإن شاء الله برضو من الحاجات التي تحدثنا عنها صباح اليوم مع السيد وزير السياحة، وأعتقد مع حضراتكم تساندوننا، كيفية تطبيق التنمية البيئية أو التنمية السياحية المستدامة، ده يساعدنا جميعا على تسويق منتج متميز. طبعا يعني أنا يعني أريد أن أتحدث كثيرا، لأن احنا أعتقد تأخرنا عليكم يعني معرفش شوية ولا كتير، لكن تأخرنا عليكم. فأنا سعيد بهذه الزيارة، وأؤكد لحضراتكم مرة أخرى على دعم الحكومة الكامل لهذا القطاع الهام، قطاع السياحة والطيران، ومن هم مرتبطين ببعضهم البعض، ويسعدني أن أستمع لي شكاوى حضرتك. دكتور هشام خدير رئيس الوزراء، بهني حضرتك على هذه الأخبار السعيدة والتي تسرنا جميعا بالنسبة لقطاع السياحة في محافظة البحر الأحمر. هنفتح باب الحوار حالا. هو الأخ من التلفزيون المصري هو يعني تحمس إن هو بعد ما سمع الكلام، ما أنا عارف إن هو تحمس بعد ما سمع الكلام، فاحنا هنستأذن الأخ في التلفزيون نستمع بس الدكتور وعلى كده نكمل. تفضل سيادة اللواء، تفضل تبخنا بس في بخنا في الميكروفونات ليه كده. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. في البداية نرحب بالدكتور الأستاذ الدكتور هشام أنديل معالي دولة رئيس وزراء مصر الحالي، وبنتمنى له كل توفيق، وبنقول يا رب الزيارة دي تبقى فاتحة خير ومصدر سعد للتنمية في محافظة البحر الأحمر، وانفراجة كبيرة للوقت الطويل اللي قضيناه فيه يعني مهاترات مع الشارع. إنما إحنا حظنا أحسن كتير من محافظات أخرى إن الأمن عندنا كان دايماً بيشتغل، وقيادة المحافظة دايماً بتشتغل، وفي تعاون بين قطاع الاستثمار وقيادات المحافظة وقيادات الأمن بتثمر الآخر إلى يعني قطع المشاكل من بدايتها والتغلب والسيطرة عليها باستخدام كبار العائلات، باستخدام رؤساء القبائل الموجودين المنتشرين في المنطقة. وإحنا حظنا حلو، وإحنا حظنا أحسن من جنوب سيناء شوية وأفضل من شمال سيناء، لأن إحنا شعبنا هنا شعب طيب وودود وكريم وأمين. وكانت مشكلتنا زمان مشكلة الأمن هنا إنه كان ما بيطلع الإحصائية بيطلعها زيرو، لأن لا كان في قتل ولا سرقة ولا تحرش ولا كان في أي حاجة لما ما كانش في تنمية. لما بقت تنمية والناس بقى عندها طموح بدأت معاها المشاكل، خصوصا بدايتها مع حرب الخليج. مع حرب الخليج بدأت المشاكل الرفيعة دي تنتشر، ولو إننا برضو أفضل محافظة وعندنا جهاز أمن كفء وقادر على احتواء المشاكل وضبط المجرمين يعني في وقت قليل. في مشاكل خارج عن إرادة الناس، في مشاكل خارج عن إرادة الناس. أنا برحب بسيادة اللواء بالدكتور هشام زعزوع وزير السياحة، والحقيقة احنا بنشكر معالي رئيس الوزراء على هذا الاختيار المناسب والجيد، لأنه
فعلا زي ما بيتقال عليه لو عصرته هينزل سياحة، وراجل دماغه كلها سياحة، وراجل مخلص لهذا القطاع وبيبذل قصارى جهده يمكن أكتر كتير أكتر من مما يجب يعني. وبنرحب بسيادة اللواء المعداوي وزير الطيران اللي بنأمل إنه يبص شوية في حكاية الطيران العارض والطيران والأسعار مصر للطيران للخطوط الداخلية، لأنها أصبحت يعني أنا أروح بيروت زي ما باجي هنا ما ينفعش، يعني ما أطلع خارج البلاد غير ما باجي محطة داخلية. سيادتك نظام الطيران بتحرمنا من السياحة الداخلية لأن ما فيش حد عنده القدرة، يعني بتقتصر السياحة الداخلية على شريحة معينة اللي معاها فلوس كتير، إنما اللي نص غلبان أو الطبقة المتوسطة إذا ما كانش عنده عربية طيب إن شاء الله، إذا ما كانش عندنا عربية كويسة ما تقدرش الناس تيجي الناحية. تمام، أسعار مناسبة. أنا طبعا عايز أقول يمكن معالي الوزير ودولة رئيس الوزراء والسادة الوزراء أن البلد دي ما اتعملتش كده من فراغ، يعني دي اتعملت نتيجة مجهودات جبارة لمحافظ في فترة الثمانينات وعدد محدود جدا من المستثمرين. نتيجة أي تجربة بيبقى فيها جزء من العشوائية، العشوائية اللي طلعت دي نتيجة عدم توافر الإمكانيات، التشريعات ما كانتش مناسبة للمرحلة، لأن احنا النهاردة القانون بتاعنا اللي شغالين عليه القانون رقم 1 لسنة 73، وده كان معمول لكم غرفة في مصر؟ ما فيش 2000-3000 غرفة في الجمهورية كلها. النهاردة احنا عندنا كم كبير، يبقى مطلوب ان احنا نعيد النظر في هذا التشريع اللي حنخش معاه في قضايا التحرش والكلام ده كله، أن تتغلط العقوبة عشان نحد من هذه الظاهرة. الخيراتية اللي بيتقال عليهم خيراتية دول شباب جايين من الأزهر وجايين من عند الأخ حسام الشاعر من الهرم، وبيجوا هنا يتعلموا البلطجة. كان زمان المحلات رخيصة، بقى الشاب بيجي يأجر محل ب500-600 جنيه ويقعد يعمل معلم ويجيب له 5-6 أولاد من هناك يقفوا يقطعوا له جيوب الناس في الشوارع ويؤذوا مشاعر السياح. احنا يعني ان شاء الله بنشكر معالي الوزير على دعم وزارة السياحة للمشروع المراقبة بالكاميرات، اللي اعتقد ان معالي رئيس الوزراء زاره مع ضيوفه النهاردة، وده هيبقى باكورة السيطرة على البلد، وهتساعد رجال الأمن بدل المجهود المضني اللي بيبقى موجود هيكتشف الحالة، وهنبقى زي البلاد الأوروبية ما تمشي في مطارات برة لو عملت حاجة ما فيش شرطة في الشارع، إنما في حد بيراقب شايف الدنيا، بتلاقي القوات بتاعت الدولة دي جنب الراجل اللي بيعمل مخالفة فورا ويتم ضبطه على الفور. فأنا بقول إن ده إنجاز عظيم، وبشكر برضو معالي الوزير على كرمه الزائد في دعم المحافظة بفلوس الغاز الطبيعي اللي حيمد بيها المحطة الغازية دي. لو كمل المشروع بتاعها هتوفر للبلد كهرباء، لمدينة الغردقة بالذات هتحل مشكلتها في الكهرباء على الأقل لسنتين ثلاثة قدام، ومش هنتعرض للمشاكل اللي تعرضنا لها السنة اللي فاتت تعرضنا لمشاكل رهيبة، وكان ما فيش تكييف مركزي بيحصل، لأن احنا الفرق بيننا وبين التنمية السياحية إن هو مسؤول عن توفير البنية الأساسية بتاعته من طرق وكهرباء ومية وصرف إلى آخره، لكن احنا هنا محملين، يعني بنيتنا الأساسية محملة على الوحدات المحلية، لأن احنا داخل كردان المدن وده الفرق بيننا
وبين الآخرين. احنا الدولة مسؤولة عن توفير المية والكهرباء والتليفونات والكلام، واحنا طول عمرنا بنشارك. يعني لما ما كانش عندنا تليفونات، وزارة السياحة برضو في عصر السيد فؤاد سلطان الوزير السابق سلف البلد مبلغ وخدوا منهم بالتقسيط، اللي عايز يقدم تليفون يدفع 4000 جنيه، ال 4000 جنيه دي بيحصلها هيئة التليفونات لصالح وزارة السياحة رد القرض تاني وحل مشكلة الاتصالات. لأنك زمان كنت تقعد ساعتين ثلاثة عند الأوبريتور علشان يكلم الراجل زوي في الخارج، يعني بيبقى كان فيه استحالة. احنا النهاردة في عز احنا برضو بنناشد معالي رئيس الوزراء ان يخفوا علينا في موضوع ترشيد استهلاك الكهرباء او قطع الكهرباء خلال الصيف، لان احنا بلد مختلفة عن كل انحاء الجمهورية. قريتنا في الشرقية سيادتك شيل منها الكهرباء خالص وهتهلنا هنا، لان احنا احوج ليها، هم هناك واخدين على لمبة الجاز هيرجعوا لها تاني. ما فيش المشكلة اللي احنا بنعاني منها، تلاجاتنا بتخرب ومعداتنا بتبوظ وسياحنا بتزعل، لان كل اللي عامل مولد ما فيش مولد يستطيع انه يشيل الطاقة او الكمية الكهرباء المطلوبة، فبيبقى في مشاكل في تشغيل التكييف خصوصا بالليل. انخفاض الجهد المفاجئ دمر نص تلاجات البحر الأحمر الكبيرة اللي هي المخازن، وطبعا بتفسد معاها بضاعة، ودي كلها خسائر ما هياش محسوبة. بنتمنى من سيادته أن يتبنى هذا الموضوع، ويعني مع وزارة الكهرباء يبقى نحل المشكلة دي. البلد دي لما اتبنت كان فيها 5-6 مستثمرين، أولهم الأستاذ محمدي حويدة، ثانيهم الأخ علي خليل، ثالثهم 5 يتعدوا على الصوابع، ومعهم الفريق يوسف عفيفي، راجل مقاتل أصلا ومواطن صالح ودؤوب ونظيف اليد والقلب واللسان واستطاع بقوة إيمانه بأنه يحول البلد الصحراوية دي إلى مقصد سياحي عالمي ينافس المقاصد السياحية العالمية. وده الفضل الأول لربنا وللراجل ده والمستثمرين في عملية وجود السياحة الترفيهية في مصر، لأن دي كانت بداية السياحة الترفيهية، قرية الجفتون والبرنسيسة والصداقة والكلام اللي هو القدم ده. فاحنا يعني طبعا في غيابهم، هم مش موجودين معنا، مسافرين بره، بنتوجه ليهم بالشكر. والناس دي عندها مشاكل ورثتها نتيجه الاندفاع للتنميه، ولو ما كانش الكلام ده حصل ما كانتش البلد دي اتعملت. لو ما كانش فيه تضحيات وتشجيع من قياده المحافظه في ذلك الوقت ما كانش البلد دي املها قومه. لان احنا عندنا دراسات يمكن موجوده عن سبت المحافظ في المكتبة بتاعت المحافظة، إن جابوا مكتب أمريكاني ومكتب فرنسي وعملوا دراسة للبحر الأحمر في إطار الدراسة الاقتصادية بتاعتها كلها، السياحة تطلع إيه؟ كانت توصيتهم للبحر الأحمر 500 أوضة. إحنا النهاردة عندنا ده غير اللي تحت الإنشاء، زيهم وأكثر. لو انفرجت الأزمة والأمور استقرت والأمن يعني شد حيله في مصر، لأن الكيلو في كيلو اللي موجودين في بلدان التحرير دول خربين بيتنا هنا، رغم أن لا علاقة لنا باللي موجود في القاهرة. احنا هنا مقاطعة أو ولاية مستقلة تماما، وما عندناش أي نوع من أنواع المشاكل. احنا مش عايزين من الدولة حاجة، احنا عايزين شوية قرارات صغيرة تعمل انفراجة للاستثمار وتشيل العبء عنهم. ياريت تتشكل لجنة قانونية مع المحافظة ويبقى المستثمرين طرف فيها، وانا شخصيا مستعد ابقى موجود فيها، لان انا قديم في البلد وفي ذاكرتي كل مشروع اتعمل ازاي ومشاكله ايه وبتاع. نحل المشاكل عشان الناس تطمئن
والناس تنطلق بدل ما يقعد المستثمر يفكر طول الليل في القضية وفي المحكمة وفي السجن والغرامة، يبقى فيه حلول جذرية حتى لو كان فيها تضحيات مادية. يعني أنا بأطمع من سيادتك في هذا المطلب، زائد البيئة غلبتنا. احنا بنحب البيئة جدا، والبيئة دي هي مصدر ثروتنا. اللي اغتنى هنا اغتنى عشان في كنوز ربنا مديهالنا ومدينا طقس كويس. كل ما يجي مسؤول في البيئة نديله مشاكلنا البسيطة جدا التي لا تحتاج سوى إلا تنسيق مع المحافظة. المحافظة عندها إدارة عامة للبيئة تحت إشراف المحافظة. احنا متعرض لنا 4-5 جهات يقدر يعمل لي مخالفة ويحبسني على 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 جنحة واحدة. الأربعة أو الخمسة تقدر الحدود تعمل لي مشكلة وتوقفني، وتقدر المحميات توقفني، وتقدر الإدارة إدارة البيئة التابعة لوزارة البيئة اللي هو الفرع هنا يوقفني، وتقدر حماية الشواطئ اللي معرفش إيه اللي جابها عندنا هنا مع ان احنا لا نيل ولا حاجه. يعني خلي حمايه الشواطئ دي تشوف شغلها الاصلي، تشوف شريان الحياه الرئيسي في مصر وتسيطر عليه بدل ما تيجي تعوقنا هنا. والحقيقه كل اللي بنورى الكلام ده عباره عن رسوم بتفرض وتسدد اذا عجبك او مش عجبك. لو ما دفعتش الرسوم ما فيش موافقه. اللجنه العليا اللي هي انا موجود فيها حمايه الشواطئ وعضو فيها من المحافظة الأستاذة سامية، دي لجنة بتنعقد مرة في الشهر. إيه المشروعات اللي هتتقدم للجنة دي على مستوى الجمهورية؟ مشروعات متعددة. بينتهي الأمر إنهم على ما يروحوا الساعة 10 يضيفوا ويسلموا على بعض ويشربوا القهوة ويقعدوا يبحثوا الموضوع، يطلع البتاع الآخر إيه على مشروعين ثلاثة. طب مشروعين ثلاثة طب من المشروعات المنتظرة. وعشان كده في مشروعات بقالها أكتر من سنة لم تحصل على الموافقة البيئية، لأن اللي موقفها أهو 4 سنين أهو. وبعدين المستثمر بقى بياكله على فلوسه، وإذا كان مستدين من البنك يروح يجري يشتغل ويروح في 60 داهية بعد كده زي حسام الشاعر، يلاقي نفسه في الحبس. طبعا الموافقة الأمنية احنا مش هنتكلم فيها، لأن احنا يعني انا التقيت مع احد قيادات وزارة الدفاع وسيادة المحافظ بيبذل فيها مجهود، وان شاء الله خلال شهر احنا بنجمع المشاكل كلها هتكون في سبيلها للحل. انا طبعا مش عايز انسى سيادة اللواء محمد كامل، يعني رغم ظروفه الصحية اللي كانت صعبة والحمد لله احنا اطمنا عليه، واحنا كلنا بندعي له ان ربنا يوفقه وانه يسترد صحته بالكامل، لانه راجل قيمة وقامة وراجل مخلص وايجابي وبيتناول كل مشاكل الشعب والمستثمرين بمنتهى الجدية والحزم والامانة، والحاجات اللي في ايده بيحلها في اطار القانون. راجل شفاف وراجل محترم، واحنا بنتمنى ان ربنا يوفقه ويكمل معانا عشان ما نقعدش كل يوم نجيب محافظ يتعلم فينا، يجيب محافظ يتعلم فينا ويمشي يتوقف حالنا، لان اللي بيجي عايز له سنة على الاقل على ما يفهم طبيعة العمل في المنطقة. انا لا انافق احدا، ومعروف عني ان انا بقول الحق ورزق على الله، واترفضت من المخابرات عشان كده. بنرجو برضو من معالي رئيس الوزراء يراعي القطاع في عدم فرض اي اعباء اضافية جديدة خلال الفترة القادمة، لان احنا طالعين الخزائن كلها فاضية ومديونين. خلينا نوزن نفسنا واعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه. احنا تحت امر الدولة، واحنا بنتوقع ان يبقى ان شاء الله في حلول كويسة وفي ايجابية
وعايزين المناخ يبقى حلو والحكومة تصطلح على المستثمرين والمستثمرين يصطلحوا على الحكومة وتبقى والأمور يعني الناس تحس بالطمأنينة وبالراحة عشان الناس تشتغل كلها، لأن احنا لما بنشتغل لما العجلة بتدور عندنا هنا البلد كلها بتستفيد منها، سواء التاكسي بيستفيد والمكواجي بيستفيد وبتاع القهوة بيستفيد والأتوبيس اللي بينزل للقاهرة والأقاليم بيستفيد وبتاع المحلات بيستفيد وبتاع الأساسات بيستفيد وبتاع السيراميك. يعني عندنا يجي حوالي 71 أو 80 صناعة مرتبطة ارتباط وثيق بالسياح، ارتباط وثيق، زائد ان احنا بنعاني ارتفاع الأسعار. عندنا المنطقة الجنوبية بتاعتنا اللي هي مرسى علم دي منطقة تنمية سياحية، ما عندهاش منطقة التنمية السياحية اللي موجودة في الجنوب ما عندهاش كهرباء، كهربتها ناتجة عن مولدات. بنرجو ان امداد السولر لا ينقطع عن هذه المنطقة وإلا هتوقف خالص. انا باعتباري رئيس جمعية بيتصل بي كثير من المستثمرين وعندهم زباين وما عندهمش سولر وبيصوتوا. البديل انه هيقول للناس تعالوا اركبوا الطيارة وروحوا، ودي سبة في حقنا وحاجة وحشة. واحنا ما يعني احنا المصريين نتحمل، انما ضيفنا لا يتحمل يعني مشاكلنا. وبعدين نتمنى برضو ان اسعاره ما تتحركش خلال الفترة الجاية، هي وضريبة المبيعات والضريبة العقارية. خلينا نسترد نفسنا واحنا تحت امر الدولة في اي حاجة. بنتوجه بالشكر لكل السادة الحضور، وبنشكر السيد الرئيس محمد مرسي وبندعو له بالتوفيق والسؤدد والنجاح في إدارة الدولة اللي كلها مشاكل دي، وعايزين نصلح على الحكومة. العفو فضل الله. وانا ليا تعليقات. انا عايز لو في حد عايز يضيف حاجه ولا لو علي يتكلم على لسان الجميع كله. طيب خلاص، احنا عاوزين ننظم الكلام، فاذا كان في تعليق اضافي بس نعرف كم واحد عاوز يعلق. هنا حسام بيه، حضرتك ورا في ثلاثه، ناخد ثلاثه بس عشان نلحق نعلق. بس حضرتك عاوز تقول حاجه كتلفزيون عشان معالي رئيس الوزراء؟ انا جاي عشان اسال معالي رئيس الوزراء. طيب مش حد تاني. خد الثلاثه. طيب هناخد التلات اسئله بسرعه وهيرد على كل حاجه. اتفضل يا حسام بيه. اهلا وسهلا. قوي 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 قوي. اهلا قوي قوي. واحد خانه برضو ان الاستاذ اللي هو علي يعني لخص تالي كده. في حد من وزاره السياحه هنا ياخد؟ لا، في حد من مجلس الوزراء. اتفضل. مجلس الوزراء. معالي الرئيس، انا هزود بس على اللواء علي. احنا طبعا حضرتك عارف الفتره الاخيره دي اخذنا فيها صدمات زياده اسعار، وطلعت بطريقه بتزود وبعدين ما نزودش، عملت بلبله جامده جدا بره. طبعا هي زادت تاشيره رسم اصول تاشيره زاد من 15 ل 25، وزادت رسم الطيران زاد برضو، والسولر زاد، رسم دخول الاثار زادت. الزيادات دي التور اوبريتور ما بيقبلهاش لان جوده المنتج قلت، ودي حقيقه الجوده قلت زي ما ذكرنا سيادتك قبل كده. زادت انواع التحرش، زاد في حاجات في الجوده قلت. الزيادات دي كلها ما حدش قبلها بره، والتعاقدات الشتاء الجاي يعني صعب جدا ان نرفع من 2-3% مع اي تور اوبريتور في السعر طول ما الطلب لسه مش بالمستوى. كان في قرار سابق قبل الثوره وما تنفس ان لا توجد زياده على اي نشاط، اي زياده تخص السياحه الا بعد رجوع المجلس الاعلى للسياحه. حاليا لو المجلس الاعلى للسياحه مش موجود، او سيادتك مشكورا، انا سمعت ان في تكليف ل زي مجلس الاقتصادي في مجلس السياحه ان سيد الدكتور هشام عايزين حياتك يبقى بس في تنسيق للزيادات بعد الرجوع للقطاع،
قبل ما الزيادة تنزل، لان عملت طبعا عمل هذا الموضوع قل عشان اقول لحضرتك تتابعه، ان الصيف اللي احنا فيه والشتاء الجاي حصل انحصار في الكاباسيتي بتاعت الطيارات، فعدد كراسي الطيارات التور اوبريتور خاف من الزيادات اللي اتقالت دي، نزلوا الكراسي. طبعا سنة 7 و8 الجاي ما فيش كراسي طيران فاضية على مصر من اسواق كثيرة جدا. الـ 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 الزيادة ممكن تحصل، ولكن لا يمكن يكون كله مرة واحدة في الفترة اللي فيها الانحصار. احنا كل اللي عايزينه ان يحصل دراسة قبل الزيادة مع القطاع، مع وزير السياحة، ومعنا كقطاع خاص. التراخيص حاجة يا كزاول، بس على اللي هو عايز رضا، رخصة البيئة حاجة فيها مشكلة، ان رخصة البيئة ترخيص البيئة ليه بقول حاجة 4 سنين، انا عندي 4 سنين معرفش اطلعها، لان هو البيئة بتشترط حماية الشواطئ. لما بنروح حماية الشواطئ بتشترط الموافقة الأمنية. الموافقة الأمنية بتطلع لكل قطعة، أنا مش عارف ليه بتطلع، يعني ممكن موافقة أمنية واحدة لشرم الشيخ كلها، موافقة أمنية واحدة للغردقة تطلع مرة واحدة. فالموافقة الأمنية ممكن تاخد 2 أو 3 سنين ما تطلعش، فحماية الشواطئ ما بتوافقش، فالبيئة ما بتوافقش. يا ريت حضرتك يتضموا كلهم تبقى في موافقة واحدة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس ماجد الحيدادي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية في البحر الأحمر. يعني للأسف أنا هتكلم في نفس النقطة اللي اتكلم فيها علي بيه وحسام برضو. لا مش إعادة علي بيه، مش إعادة. النقطة المهمة جدا إن هو حسام قال إن إحنا الطرق بالنسبة للشركات العالمية مش قادرة تتقبل الزيادة اللي في البلد، ده العكس كمان، إن إحنا جميع يعني هو معظم المستثمرين اضطرينا بننزل الأسعار عشان الظروف الأمنية اللي موجودة في مصر، عشان نقدر السائح يجي واستمتع بينا. بالرغم من كل هذا كان كل حاجة في البلد زادت 300%، سواء الأكل أو يعني كل ما نتخيله، وداخلين على مشكلة رهيبة جدا، موضوع السولر، موضوع الزيادات في ضريبة المبيعات، موضوع الضرائب العقارية، الحاجات دي كلها هتسبب مع انخفاض الأسعار ان حاجة من الاثنين، لإما الفنادق هتقفل وهتبقى مشكلة جبارة، أو ان وزارة السياحة ومجلس الوزراء يعملوا دعم للسياحة على الأقل لمدة عام لحد ما زي ما قال في صندوق يا فندم دعم السياحة. ما هو يعني بس لو حضرتك عشان نقدر ناخد أسئلة أكثر يعني القصة واضحة، حضرتك بتقوله هو نفس دعم، عاوزين دعم، احنا زي ما قال علي بيه بعد سنة هندفع اللي انتوا عايزين. هل في شيء جديد عشان بس الآخرين، لأن احنا عشان لا لا ما فيش. شكرا يا فندم، شكرا. في سؤال الثالث والأخير ورا، اتفضل حضرتك. عماد عيد، وكالة أنباء الشرق الأوسط. معالي رئيس الوزراء دكتور هشام، عشان نبدأ الصحافة دينا فرصة نعلق على المستثمرين وناخد بعد الصحافة طيب. ونفتح الصحافة. شكرا على تفاهم حضرتك. أنا يعني بشكر حضراتكم على طرح المشاكل بصراحة ووضوح، وبأكد حضراتكم إن إحنا يعني أنتوا عندكم محامي قوي وشرس داخل مجلس الوزراء وداخل اللجان المختلفة بيدافع عن لن اقول مصالحكم، لان احنا كلنا في مركب واحد يعني بس ازاي نقدر ناخذ قرارات تكون قرارات مدروسه تاخذ في اعتبارها يعني الا تقتل الدجاجه التي تبيض ذهبا، يعني هو ده الفكره. يعني انا عندي حاجه مفيده اقدر احافظ عليها، لكن لو حبيت ان انا استفيد منها في الاخر يعني بعد الشر مش هتقدر تديني اي حاجه. فيعني لو قلنا ان في اشياء ايجابيه، لو النهارده احنا زرنا المركز اللي هو بتاع مراقبه بالكاميرات، اعتقد ده يعطينا فرصه ان عندما يكون هناك شكوى من اي اعتداء، سواء اذا كان تحرش او سرقه او التصوير، ده بيكون دليل مفيد وسهل جدا يستطيع ان هو يكون يدين الشخص. لان احنا عرفنا لما حاولنا نبص في المشكله يعني بعمق شويه، لقينا من احد المشاكل ان عاده الشاكي بيسافر، ما هو الشاكي جاي يقعد أسبوع أو أسبوعين وبعد كده بيسافر، فبالتالي بيتم حفظ القضية ويخرج المجرم ويكرر فعلته مرة تانية وثالثة ويسبب ضرر لنا جميعا مما فيه هو نفسه يعني. فالمراقبة الكاميرات دي أعتقد يكون شيء جيد جدا. والحقيقة يعني إحنا برضو نتحمل جزء المسؤولية، نحن يجب أن نعجل بمشروع التحرش، لأن التحرش هناك مشكلة في تعريفه قانونياً،
فخلينا نسهل الامور شويه على الاخوه القانونيين ونعطي المشرع نعطي المشرعين يعني نص قانوني يستطيع ان هم لو اعتمدوه ده يسهل كثيرا في مكافحه ظاهره بتؤرق كثيرا القطاع السياحي وبتؤرق كثيرا القطاع المصري بصفه عامه. التصالح مع المستثمرين هذا توجه عام واكيد ويعني هو توازن، يعني هناك بعض الاحيان بيكون هناك يعني مستثمر يعني يجب ان نحصل منه على حق الدوله، وفي نفس الوقت يجب ان يكون التصالح قانوني حتى لا يعود مره اخرى ويكون هناك شكوى ويفسخ العقد. فهي يعني مش عايز اقول التأني، لا يجب انا مش عايز اقول التباطؤ، لكن التأني مع السرعه، التأني مع السرعه في نهو هذه الامور. فموضوع اللجنه القانونيه احنا فيه لجنه طبقا لقانون هيئه الاستثمار بلجنه فض المنازعات ولجنه فض منازعات تسويه منازعات الاستثمار، نبعت يعني اذا كان اسهل معرفش هل الاسهل ان احنا نبعت لجنه هنا ولا الاسهل ان اللجنه يعني تخصص جلسه او جلستين لحضراتكم في القاهره. الانسب نعمله، اعتقد هم مش هيمنعوا انهم يجوا هناوت، لكن الانسب ان احنا نعمله يكون في الورق موجود والاجراءات موجوده، فاذا كانت القاهره افضل او الغردقه افضل مش مهم، المهم ان احنا ندفع في هذا العمل بطريقه منظمه واليه سليمه يعني تضع التصالح بصوره، لكن النيه معقوده والنيه اكيده. وحضرتك بتقرا كل يوم عن تصالحات بنعقدها سواء مع مستثمرين داخل مصر او عرب او خارج الدول العربيه. الموافقات والبيئه يعني انا وافق على حضراتكم 100% فيما تشتكون منه، لان عند انشاء شركه بنظام الشباك الواحد تستطيع تنشئ شركه في 3 ايام في 5 ايام، لكن في التصريح يعني انا الرقم اللي عندي 18 شهر، حضرتك بتقول 4 سنين، ده يعني خلينا نقول 18 شهر ده متوسط يعني، برضو حاجه غير مرضيه وغير مقبوله. ف طبقا لقانون الاستثمار يعني حتى الحقيقه يعني الشيء اللي تستغرب له ان هذا موجود بالقانون، نظام الشباك الواحد للتراخيص انها تحرك رخصه مؤقته تبدا في عملك توصل بها مياه توصل بها كهرباء وتوفي جميع الاشتراطات، يعني لم اعفيك من الاشتراطات البيئيه، لم اعفيك من اشتراطات كذا وكذا وكذا، لكن مش معقول نفضل موقفين كل حاجه لحد ما نستوفي ورقه هذه ورقه، لكن يكون في اشتراطات واضحه، هذا هو القانون يعني اشتراطات واضحه ويكون في نظام الشباك الواحد بحيث يكون هناك مندوب من عند حضرتك يقوم مثل هذه الاجراءات. وايضا عندما يكون هناك معاينات فيكون المعاينات يعني تتم في وقت واحد، يعني يكون في يوم او اسبوع واحد يكون في معاينات البيئه والامن الصناعي وكل الجهات المنوطه بعمل المعاينات، فدوت يساهم بصوره كبيره في تسريع الامر. هذا المقترح القانوني الذي لدينا، يسعدنا ان نستمع لاي مقترحات اخرى، لكن اعتقد ان هذا يسهل ويمكن ان يتم تطويره بعد ذلك. زي ما قلت احنا لا نتخذ اي قرارات بدون التشاور مع السيد وزير السياحه اللي بيتشاور مع حضراتكم. البلد بتمر بمرحله صعبه، فهي يعني هو توازن، يعني هو توازن، حضرتك مش عايز اي زياده بس في نفس الوقت حضرتك عايز بنيه اساسيه، وفي نفس الوقت البنية الأساسية تحتاج إلى أموال، مصدر الأموال هو الضرائب. البنية الأساسية تأخذ وقت حتى يتم عملها، عشان تعمل محطة كهرباء بتتكلم على 36 شهر، يعني إذا كنت تعاني اليوم من مشاكل في الكهرباء فهي إنها بسبب أنه منذ 36 شهر لم ينشأ البنية الأساسية المطلوبة عشان تلاقي كهرباء اليوم. فيجب ان احنا نعمل جميعا على توفير البنيه الاساسيه ليس فقط لهذا الصيف ولكن للمستقبل حتى نستطيع ان هناك تكون تنميه. فهو هذا التوازن ما بين لا نريد ان نزيد في ضريبه المبيعات، لا نريد ان نزيد في ضريبه العقاريه، لكن نريد خدمات، فهذا التوازن نفعله بشراكه ما بيننا احنا في مركب واحد، يعني عشان حركه تستمروا احنا يعني مصلحتنا حركه تستمر عشان تدفع ضرائب، وانا باخد الضرائب اقدر اخليها ان حضرتك تستمر بيها، فهذا التوازن بنعمل عليه سويا. اعتقد برضه من الامور اللي هي بالنسبه لحضرتكم يعني في بعض يعني تشتكي من الاسعار، لكن برضه هناك شيء بالنسبه للناس اللي هي منتجها بيجي من بره، ان حضرتك الدولار بالنسبه للجنيه ارتفع بصوره يعني بالنسبه لحضرتكم اخبار طيبه، لان بالنسبه لك بقت المنتج المصري ارخص مما كان عليه، ما بقارنش بدولة أخرى، أرخص مما كان عليه منذ أشهر قليلة، فده بيدي لك برضو فرصة أن حضرتك عندك نسبة إشغال أكثر، وهذا يسعدنا جميعا.
بالنسبة لموضوع دعم السياحة، أنا أعتقد أسيب الأخ زميلي السيد وزير السياحة يعني يشرح لحضراتكم اللي اقترحه يا فندم على هذا الأساس. احنا لسه ما خلصناش نتيجة الظروف اللي مرت بها الحكومة وحصل التغيير. أنا ليا لقاء قريبا جدا مع وزير المالية لوضع اللمسات الأخيرة، لكن كان أقر في مجلس الوزراء المبدأ اللي طلبه أخونا ماجد، أنه بنخصص أو هيتم إنشاء أو تم الموافقة على إنشاء صندوق لدعم السياحة. طبعا لازم يكون له أسس وطريقة للصرف منه، ولكن اتفق على أن هذا الصندوق سوف يكون صندوق في حدود، لسه لم يستقر الرقم النهائي، في حدود 6 مليار جنيه يتم الصرف فيها على قطاع السياحة على 3 سنوات، بدءا من السنة المالية القادمة بإذن الله تبدأ في 1/7. الهدف والفلسفة من وراء هذا الصندوق الآتي: النهاردة يجب علينا إحنا، وأنا قلتها لحضراتكم في أعداد كتيرة بالذات الناس اللي بتشوف لي بصفة دورية، أنه يجب أن نكون نحن القطاع الرائد لبقية قطاعات الدولة بإذن الله. موضوع الدعم ده أضرنا أكثر مما أفدنا بالنسبة لدعم المحروقات. دعم فلسفة وجود الدعم بتبوظ حاجات كتيرة جدا في اقتصاد أي دولة. إحنا إن شاء الله هنكون رواد في هذا الخصوص، لكن القلق اللي بيعتريكم من انه رفع السولار، يعني رفع الدعم عن السولار على سبيل المثال، ده ممكن يؤدي الى مشاكل جمة، وافق حضراتكم. فهيتم العملية ديت بالتدريج من خلال المساندة اللي هتيجي من الصندوق. الفكرة انه هيبقى السعر اتحرر، احنا هنقوم مقابل آلية معينة هتتقال لحضراتكم، هيتم سداد الفرق في المرحلة الأولى. الفرق ده هيتناقص، وفي نفس الوقت هيبقى فيه جزء آخر من هذا المبلغ للتحويل للطاقة البديلة، وعندنا مشاريع محددة منها السولار ووتر هيترز والانتليجنت لايتنج في الفنادق المصرية. في تمويل هيجي من بنوك، واحنا هندعم الفايدة بحيث انك انت ما تشعرش الا بالقسط على اجال طويلة، وده هيوفر لك 40% من فاتورة الكهرباء في الفندق. فهنمشي في مسارين من خلال الصندوق ده لما يقر. المرحلة الاولى هتتحمل جزء من الزيادة وليس كل الزيادة، وانا بقول لكم اهو من دلوقتي، اذا كان سعر السولار جنيه وعشرة ساخ في الوقت الحالي بتشتريه، فنوفمبر القادم هيكون باتنين جنيه ونص على القطاع. في فرق انت هتدفعه، هو اكتر من كده. احنا هنساند لمرحلة لغاية 30/4، فانت تقدر تسعر من دلوقتي على هذا الاساس، وان شاء الله المرحلة التالية اللي بعد كده بيتم دعم بنسب اقل مع التحويل. فهي برنامج متنازل. لا، احنا عملنا لجنة ثلاثية من وزارة الصناعة عشان ناخد خبرات مختلفة، خبرات قانونية، خبرات فنية، مع وزارة المالية. والحقيقة وصلنا انا قعدت مع الاتحاد والغرف اللي بتمثل الصناعة، قعدنا مع عدد منهم عشان نعرف احجام الاستهلاك والتعاقدات، واحنا خلال ايام ان شاء الله او اسبوع يعني المسائل كلها تبقى واضحة، فمش هيكون في نطة ضخمة في هذا الخصوص، هتكون معقولة. دي نمرة واحد، وانا منكو وعارف الارقام دي. فيما يخص التأشيرة فدي احنا قلنا عليها من الاول وهتطبق من 1/11 الجاي. لو حضراتكم بس ركزتوا شوية هتلاقيها الفرق 10 دولار. انا بتكلم في متوسطات اقامة زادت اوريدي، لكن لو انت افترضت المتوسطات اللي كانت موجودة دي 10 ليالي، يبقى انا بتكلم في دولار في الليلة زيادة على فاتورة البيع. مع لا مش مجانا حضرتك، في مش كل الدول مجانا، مش كل الدول مجانا. احنا بنحاول نعمل فاسيليتي جديدة يا حسام بيه، انك تحصل على تأشيرة upon arrival، دي في حد لجنسيات ما كانتش بتاخدها، فدي هتعوض دي. وفي اسواق بتفتح هتعوضك ان شاء الله، مش يعني في اسواق هتفتح الصيف ده عندكم ان شاء الله، الصيف ده هو بدءا من الربع الاخير في اسواق هتفتح عندكم في الغردقة او شرم، ففي حاجات هتعوض فدي تعمل. هيفضل غير دولة موضوع الضرائب، زي ما دولة الرئيس قال الضرائب دي يعني ما هياش بالضخامة او الفروقات اللي موجودة فيها بالضخامة، فيما عدا الخوف من الضريبة العقارية. ومرة اخرى انا كلمت معالي وزير المالية الجديد
الدكتور فياض وقلت له أن إحنا عاوزين نتبنى الدراسات اللي تمت في التفسير بتاع أداء الضريبة بتاعنا إحنا بتاع وزارة السياحة اللي تم دراسات عليه وهو وعد بالنظر فيه، لأن مش كل النماذج اللي هي معروضة هتناسبنا إحنا، النموذج بتاع قطاع الصناعة مش هيناسب السياحة. كل حاجة يا جماعة ليها حل إن شاء الله. وأنا نعم الأثار، الأثار بقى أكلمك بصراحة ما أقدرش أدافع عن الأثار أنا شخصيا. ليه؟ لأن الأثار بعتت رسمي، رسمي مرتين وقالت أنا هزود تسعيرتي كذا، ما جاش الرد بأنه يتقال لا احنا هنجرب تاني مع وزير الأثار. وتم تحديد الموعد كان مفروض يبقى في الموسم اللي فات وتحديدا من 1/5 ده هو، وتم تأجيله لواحد 7 أو 1/8. ومع ذلك احنا هنتصل تاني ونحاول، لكن القطاع كله بما فيهم الخارج على علم بزيادة الأثار في الوقت ده. ماشي، يعني نجتهد نجتهد معالي الوزير ان احنا يعني زي ما قلت حضراتكم هو توازن، يعني هو احنا يعني حضرتك بتحتاج الى دعم حتى تستمر، واحنا نريد ان ندعمك حتى تستطيع ان توفر فرص عمل، تستطيع ان تدفع ضرائب، حتى نستطيع ان نبني بنيه اساسيه وهكذا. يعني الامور واضحه، فبالتالي يعني التواصل والعمل سويا بشراكه اعتقد هو ده السبيل الوحيد ان احنا يعني نستمر في هذا الموضوع. حاجه بس يا دوله الرئيس، الخوف اللي قاله اللواء علي بيه رضا لما قال على موضوع السولر والصيف الجاي، انا اعتقد التحرير ده في مصلحتنا. يعني احنا هندعم، بس انا بروح النهارده لقطاع البترول بشتري بسعر العادي ما بسببلوش مشكله، وبشترط بس توفير الكميه اللي محتاجها القطاع. فان شاء الله باذن الله الصيف ده ما يكونش فيه مشكله في موضوع السولار. ناخد بقى الاخ التلفزيون. معالي الدكتور هشام منديل، الحقيقة يعني احنا تعودنا مع حضرتك على سعة الصدر والكرم، وهذه شام الكرام عموما. يعني طبعا انا كنت متحمس للطفرة السياحية اللي شهدتها مدينة الغردقة او محافظة البحر الاحمر في الفترة الماضية، ولكن هناك سؤالين، سؤال عام وسؤال خاص. السؤال العام خاص بالحادث الجلل الذي حدث وقع في فجر اليوم بالنسبة لجنودنا البواسل في مدينة العريش. الحقيقة الموضوع أثار تساؤلات منذ أيام اختطاف سابقة لبعض جنود الشرطة وموقعة رفح وسيارة الأمن المركزي. الحقيقة الناس عايزة تعرف دم ولادها في رقبة مين، وهم الأحياء منهم عند مين بالضبط. احنا لسه مش عارفين حاجه لغايه دلوقتي. السؤال الخاص خاص بمدينه الغردقه، لو سمحت حضرتك، المؤتمر ده اسمه مؤتمر صحفي. يا جماعه ثانيه واحده بس، انا اللي بدير الجلسه، انا اللي بدير الجلسه. هو الاستاذ حسام قال وجهه نظره، بس انا اللي بدير الجلسه، فانا هرد تؤمر ساعتك ان شاء الله كلها. تؤمر ساعتك، شكرا. وبعدين السؤال الخاص، الحقيقه لم اكن اتوقعه، ولكن جاءني على ظهر المركب التي استقلناها في الجولة البحرية بعض الإعلاميين من مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر، وأبلغوني أن هناك من كان يريد أن العشرات كانوا يريدوا تنظيم وقفة احتجاجية اليوم خلال زيارة حضرتك لمدينة الغردقة، ويطلبوا من حضرتك استرداد فندق شيراتون الغردقة وطريق في الفلة الذي أخذته الشركة السعودية المالكة بناء على سعر قبله السيد المحافظ، وهو أرخص بكثير من السعر الحقيقي أو المناسب. أرد أنا السيد المحافظ، بالنسبة حضرتك طبعا، أولا سؤال حضرتك على الجنود الذين خطفوا، فطبعا احنا بنتابع هذا الأمر بكل وبنأخذه بكل جدية. وطبعا حتى كان في النهاردة الرئيس اجتمع مع الفريق السيسي والسيد وزير الداخلية، أعتقد ده كان الجزء الأساسي على الأجندة بتاعتهم، وإن شاء الله يتم الإفراج عنهم. أنا في النسبة لموضوع الجنود، يعني هي الحقيقة حتى الآن لم يتم التعرف على قاتلهم. حتى الآن مع الأسف مثل هذه النوعية من الجرائم تأخذ وقت طويل في التحقيق. ليس معنى هذا أننا نفرط في أي قطرة دم، بل على العكس، لكن التحقيقات مستمرة. ومثل هذه النوعية من الأحداث التي واضح أنها مخطط لها تخطيط يعني
محكم بيأخذ وقت حتى تعرف من الذي وراءه، لكن الدم في رقبتنا جميعا إن شاء الله. أنا الحقيقة ما أعرفش بقى موضوع اللي كانوا العشرات الذين كانوا يتظاهرون، لكن أنا أعرف أن بالنسبة لهذا الفندق هذا الموضوع لو كنا بنتكلم على الآليات القانونية للتصالح مع المستثمرين، الآلية القانونية، فالمستثمر اتبع آلية قانونية للتصالح طبقا لقانون الاستثمار، واللجنة أقرت هذه التسوية التي عرض على مجلس الوزراء الذي وافق عليها والذي يلزم المحافظة بتنفيذ، يعني السيد المحافظ ملزم بتنفيذ ما توصلت إليه لجنة تسوية منازعات الاستثمار طبقا للقانون، وملزم بقرار مجلس الوزراء، فهو دوت اللي تم في هذا الموضوع. أما إذا كان في عشرات أو أكثر معترضين فهذا حقهم، لكن يعني أعتقد إحنا لو كنا بنتكلم على التزام بالقانون فهذا هذا ما فعله السيد المحافظ بالضبط. والتسوية دي أنتوا كعامة تشغيل الفندق حضرتك دايما يعني برضو مثل هذه النوعية من التسويات هو الغرض الأساسي، لأن إحنا لو دخلنا في قضايا ومحاكم تأخذ سنين طويلة، لكن عندما يحدث تسوية وتصالح بيكون في جزء مادي لحق الدولة، لكن الأهم من ذلك أن الفندق يبدأ العمل به ويتم التشغيل ويتم توليد فرص عمل إحنا نتحدث عليها.